السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد، وفي الحلقة الأولى في العام الجديد. قررت الحكومة تخفيض أسعار المشتقات النفطية وأسطوانة الغاز ضمن التسعيرة الشهرية، وخفضت التسعيرة الجديدة أسعار البنزين بنوعيه بمقدار دينارين للتنكة، والسولر والكاز دينارا وسبعين قرشا. وأصبحت أسعار المشتقات النفطية كالتالي: بنزين 90 خفض بنسبة 14% ليصبح 59 قرشا، بنزين 95 بنسبة 12% ليصبح 735 فلسا، السولر والكاز خفضت بنسبة 15.5% ليصبح سعرها 460 فلسا، بينما أسطوانة الغاز تم تخفيضها إلى 8 دنانير و75 قرشا بدلا من 10 دنانير. تخفيض المشتقات النفطية نهاية العام الماضي في التقرير التالي. باتت الصناعة المحلية مهددة بالزوال، خاصة مع ارتفاع أسعار الكهرباء، الأمر الذي سيكون له أثار ضخمة على العديد من الصناعات التي تعتمد بشكل رئيسي على الكهرباء كمدخل إنتاج، ما سيؤدي إلى زيادة التكاليف وبالتالي رفع أسعار المنتجات وتغول البضائع والمنتجات المستوردة وفقدان الميزة التنافسية وهجرة الاستثمارات، ما سيعدم الصناعات المحلية. بداية هو التأثير راح يكون على كل الاقتصاد أو المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الاقتصادية بمختلف أنواعها وأحجامها، وخصوصا إذا بنعرف أنه الاسميز هي الغالبية العظمى، يعني 98% من منشآتنا هي منشآت صغيرة ومتوسطة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة هي نفسها التي تعرضت إلى رفع أسعار الكهرباء على مدار المرتين اللي مضوا. الأثر إذا تزامن وترافقوا مع العديد من الإجراءات والسياسات اللي بتتم اتخاذها من قبل الحكومة كذلك بيزيد من حجم الأثر وتعميق الأثر، وبالتالي انعكاسه على مستوى تنافسية المنشآت الصناعية والقطاع الصناعي بشكل عام. القطاع الصناعي مكمل وداعم للأمن الوطني والاقتصادي وجزء رئيس من الأمن الشامل، لكن استمرار رفع سعر الكهرباء يشكل عقبة كبيرة أمام جذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي، ما يضعف بيئة الاستثمار المحلية برمتها. اليوم مع إذا ارتفعت الكهرباء كمان 15% الصناعة الأردنية راح تكون غير قادرة أنها تنافس على المدى البعيد وعلى المدى القصير، لأنه اليوم أسعار المحروقات انخفضت بالعالم كله، وبالتالي أسعار المنتجات العالمية أكيد راح تنزل، وراح يصير في استيراد بكميات كبيرة بأسعار منخفضة، وبالتالي هذا راح يؤثر على الصناعة المحلية مباشرة. رفع أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي والتجاري في مطلع العام 2015 بنسبة 15% سيكون الثالثة من نوعه حسب البرنامج التدريجي للزيادة التي أقرتها حكومة عبدالله لنسور، وبدأ في العام 2013 وسيستمر للعام 2017، حيث ستواصل الحكومة رفع أسعار الكهرباء وبنفس النسب سنويا بهدف تغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة. ليلى خالد، رؤيا. إذن كان هذا تقريرا حول رفع أسعار الكهرباء وأثره على القطاع الصناعي. بالمقابل قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله نسور بأن قرار رفع أسعار الكهرباء والذي أدرجته الحكومة في مشروع قانون الموازنة بات نهائيا، وأن الحديث عن تأجيله غير وارد. ولفت نسور مساء الخميس خلال تلبيته دعوة أقامها النائب رائد الكوز بحضور كتلة الوسط الإسلامي وعدد من الوزراء والشخصيات والنواب بأن قرار رفع الكهرباء الذي اتخذ مسبقا لن يطال صغار المستهلكين والمتوسطين منهم، مؤكدا أن عجز شركة الكهرباء قد بلغ 1.4 مليار دينار. وأضاف نسور أن الحكومة أدرجت 100 مليون متر مكعب يوميا من الغاز المصري في موازنتها القادمة، رغم معرفتها المسبقة بأن الغاز لن يأتي، وذلك لتجنب إلغاء الاتفاقية مع مصر. من هنا فإننا نناقش الليلة في نبض البلد القرارات الحكومية: تخفيض المشتقات النفطية، رفع أسعار الكهرباء، وتأثير هذه القرارات على المستهلك، الصناعة والتجارة في الأردن، مع ضيوفنا المهندس محمود العيس مساعد أمين عام وزارة الطاقة، الأستاذ طارق الصبطباع من غرفة تجارة الأردن، والمهندس فتحي الجغبير نائب رئيس جمعية المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة. حوارنا يبدأ بعد الفاصل.
أهلا بكم، نبدأ حوارنا الليلة ورحب بضيوفي الكرام، المهندس محمود العيس مساعد أمين عام وزارة الطاقة، أهلا بك شرفت بحضورك. الأستاذ طارق الطباع من غرفة تجارة عمان، أهلا بك شرفت بحضورك. مساء الخير. والمهندس فتحي الجغبير عضو غرفة صناعة عمان، أهلا بك شرفت بحضورك. مساء الخير. يعني سأبدأ منك الحقيقة مهندس محمود، وشرفت بحضورك مرة أخرى. الله يخليك. خفضتوا أسعار المشتقات النفطية؟ هذا صحيح. وعلى ماذا بنيت الأسعار الجديدة؟ يا سيدي، بداية أشكرك أخ محمد وأشكر قناة رؤية، يعني هذه القناة التي الحقيقة فرضت وجودها في الجسم الإعلامي العربي. أشكرك. لما تتمتع به من مصداقية وموضوعية وحيادية في طرح القضايا الساخنة. مشكور. ومنها قضايا أسعار مشتقات نفطية في الأسواق المحلية. هذه المعادلة السعرية التي اتهمت كثيرا من قبل المواطنين بعدم الشفافية وعدم المصداقية واتهامات أخرى، لكني أؤكد يعني لك كما أكدت في المرات السابقة على أننا كنا وما زلنا وسنبقى نطبق المعادلة السعرية بشفافية كاملة. وكما أنت لاحظت ولاحظ الأخوة المواطنون، فإن الأسعار في هذه المرة انخفضت انخفاضا يعني جيدا، ومرد ذلك بوضوح انخفاض المعدلات السعرية لأسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية. الحكومة لم تتدخل، المعادلة طبقت بهذه المرة كما طبقت بالمرات السابقة، وكانت النتيجة كما لاحظتها انخفاض ملموس في أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، وصلت من حوالي 12 إلى حوالي 19%. يعني للتوضيح للأخوة المواطنين، لأن نحن دائما نتحدث باللتر، المرة أنا سأكون يعني واضحا، انخفضت أسعار المشتقات النفطية البنزين أوكتان 90 دينارين للصفيحة الواحدة، للصفيحة الواحدة أو التانك 29 متر، بمعنى تقريبا يعني نسبة يعني كبيرة. الأسعار البنزين 14% نسبة. نعم. أسعار البنزين أوكتان 95 أيضا انخفضت دينارين في دينارين للتنكة. الكاز والديزل 170 بحوالي 15%. الوقود 15.5 عشان الوقود الثقيل انخفض حوالي 19%. يعني هاي انخفاضات كبيرة، وهو تطبيق كامل لأسعار يعني للأسعار العالمية كما تقوله المعادلة. طيب. دون تدخل منا أبدا. اسمح لي أسأل سؤال. تفضل. مش أنتوا قلتوا بكم تعينوا بشفافية أسعار المشتقات النفطية عبر موقع الوزارة بدل ما أنتوا حاطين خام برنت اللي ملوش دخل في المعادلة؟ نعم، خام برنت هو عبارة عن مؤشر. احنا نعتمد الأسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، وصحيح نحن قلنا أننا سنعلن أسعار المشتقات النفطية على موقع الوزارة المعدلات السعرية. طيب. لكن هو الحقيقة يعني إجراءات فنية، يعني ما زال الوعد قائما وسنعلن أسعار المشتقات النفطية في على موقع الوزارة. يعني حتشيلوا. نعم. سعر برميل سنبقيه كمؤشر مرجعي، مؤشر عام، يعني يعطيك مؤشر عن أسواق العالمية لأسعار الطاقة. أستاذ محمود، أنت بتعرف أنه هي أول مرة بيكون في تقدير لدى الخبراء بأن يكون الانخفاض أكثر من 12 من 10 إلى 12% وتتفوق عليه الوزارة، يعني أنتم خفضتوا أكثر من مما توقع الخبراء، مش هيك؟ صحيح. أن الحقيقة نحن يعني الخبراء هم حرون يعني كما يتوقعون، لكن المرة الماضية كان توقعات الخبراء 9%. 9% احنا خفضنا حوالي يمكن 7 أو 8% أو قريبة. المرة هاي يعني احنا لأننا نطبق الأسعار العالمية، نطبق المرجعيات التي المكتوبة في المعادلة السعرية والتي دائما يعني نشرحها. وبالمناسبة يعني كان الحقيقة لرؤية الفضل في يعني نشر المعادلة السعرية. شكرا. وبعد برامج رؤية الحقيقة أنا أقولها يعني بصراحة ليس يعني مجاملة، زارتنا عدة جمعيات أهلية وشرحنا لهم المعادلة السعرية، لأنه إحنا رحبنا على قناة رؤية بجميع المواطنين بجميع الجمعيات تقوم بزيارة الوزارة، وفعلا زارت الوزارة عدة جمعيات، والحقيقة الفضل يعني يعود إلى رؤية. شكرا. شكرا يا سيدي، هذا واجبنا أبدا. نعم. طيب أستاذ طارق، تخفيض بما فيه الوقود الثقيل تحديدا، وتلميح واضح من الوزارة أنه هذا يخص القطاع التجاري والصناعي، في القطاع التجاري خفضوا لكم أسعار المشتقات النفطية، وبدنا نسمع رأيكم في التخفيض. أنا أول ما نسمع رأي، مساء الخير جميعا، أنا لي سؤال الأخ محمود، هل من ممكن ومن باب الشفافية والحق في الحصول على المعلومة الصحيحة
أن تزودنا الحكومة بآلية تسعير المشتقات النفطية التي يتم تطبيقها في الحكومة؟ يا سيدي سنزودك ونشرح لك إياها، يعني ما هذا مطلب يعني أنت مرحب بك بأي وقت، يعني مش أنا أنت وغيره. قطاع خاص إحنا نحكي، أنا بحكي سبب تجارة عمان الآن وليس كطارئ. زورنا في الوزارة نشرح لك المعادلة، وسبق شرعناها مرارا للنواب للجمعيات المدنية، ونزودك بها مكتوبة ونشرح لك إياها على الكمبيوتر. أنا كان يعني بودي أن لو كان تتاح شرحها على الكمبيوتر كان يعني شرحناها في قناة رؤية، لكن بأي وقت القطاع الصناعي، وسبق الناس من القطاع الصناعي زاروا الوزارة وشرحنا لهم إياها، وناس من غرفة تجارة الأردن زاروا الوزارة وشرحنا لهم إياها. فالحقيقة يعني الأبواب مفتوحة، يعني مفتوحة على مصرع، جاهزين في أي وقت إذا مفتوحة على مصرعيها، وكانت الوزارة في أي لحظة الباب مفتوح لكم للإعلان عن هذه. وسبق رؤية أن قامت وصورت اللجنة وهي مجتمعة، ويحضر اللجنة النواب صحيح كمراقبين من لجنة الطاقة. فالقضية يعني مفتوحة، يعني ليس لدينا ما نخفيه، نحن نتعامل الموضوع بشفافية. لكن الحقيقة مرد الموضوع عدم الشك وعدم الشفافية، عدم رغبة المواطنين ونحن منهم برفع الأسعار، يعني الناس ما بتحب الأسعار ترتفع. اسمع وجهة نظرك بالتخفيض وأثره على القطاع التجاري، هل سنلاحظ أي أثر على القطاع التجاري جراء هذا التخفيض؟ التخفيض على المشتقات النفطية نعم سيكون هناك خلينا نقول التماس واضح في هذه الأسعار، فعلا ربنا الله الأسعار الطاقة الفيول نزل، لكن بالمقابل هناك سيكون رفع على أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي. الصناعة الأردنية ستؤثر بطريقة مباشرة على المستهلك الأردني، نحن قطاع خاص وحدة متكاملة، التاجر هو مسوق للصانع والمواطن هو المستهلك، فإذا صار هناك رفع على الطاقة لا سمح الله وظلت الحكومة ماشي بهذا القرار، أسعار الكهرباء قصدك، أسعار الكهرباء سيكون هناك تأثير كبير على السلع الأساسية التي يستخدمها المواطن الأردني. أستاذ طارق أنا بس عشان نقسم المحاور، سنتحدث عن الكهرباء في المحور الثاني وراح يكون لها مساحتها، لكن المستهلك الأردني المواطن الأردني بهذا التخفيض لمس تخفيض على أقل تقدير على أجور النقل، نعم، لأن يترقب هل سينعكس ذلك إيجابا على المستهلك الأردني من القطاع التجاري في القطاع التجاري؟ يعني حتى أعطيك بس دراسة، خلال الأعوام الماضية وخلال ارتفاع ضرائب الرسوم على القطاع التجاري الأردني من كافة شرائح ضريبية، التاجر الأردني لم أؤكد أنه زاد أي زيادة على أسعاره سواء تاجر أو صانع على أسعاره الحالية، وإنما كان يتحمل هو هذا العبء في الزيادة. فالأسعار السلع الأساسية لم يتم عليها أي زيادة سواء من التاجر الأردني أو من الصانع الأردني. الصانع الأردني وأخوي فتحي بيقدر يأكل الكلام هذا معي، على ما لم يحدث أي زيادة. اسمح لي رح نيجي على معلش إحنا بس عشان نقدر نقسم الحوار. مهندس فتحي أول إشي رأيكم بالتخفيض كقطاع صناعي وأثر هذا التخفيض عليكم، تحديدا أنه كان حديث الوزارة واضح حول موضوع الوقود الثقيل وهذا تم تخفيضه وهو يعني بالشأن الصناعي تحديدا، والمستهلك الأردني كيف بده يشعر أنه هذا التخفيض اللي صار في المشتقات النفطية وفي الوقود الثقيل على القطاع الصناعي سينعكس عليه؟ يعني زي ما تفضلت أنت قبل شوي، أنت بدك تعملها محاور، أنت ما بتقدر تفصل الصحيح الطاقة عن بعض، يعني سواء كانت كهرباء عن مشتقات النفط. الصناعة بتستخدم الكهرباء أكثر من مشتقات النفط، فللأمان المعادلة يعني لازم تيجي كتلة، فأنت خفضت في مشتقات النفط وله أثر إيجابي ما في شك، ولكن رفعت الكهرباء بالمقدار نفسه 15، فما راح يصير التغيير، ما راح نلمس هذا التغيير الحقيقة. واثنين، الصناعة ما بتعتمد فقط على السوق المحلي، الصناعة بدل تطلع على الأسواق المحيطة، لأنه إحنا في تجارة حرة عربية. فالآن تخفيض المشتقات انخفض في كل الدول العالم مش فقط في الأردن. بس السؤال، عندكم نقل وعندكم بساط وعندكم حركة وهذا كله لا يتأثر، هذا كله لا يسارك وطاقة، أنا قلت لك كهرباء أكثر من المحروقات. نعم طبعا، لأنه معظم ماكينات المصانع بتشتغل على الكهرباء وعلى الوقود الثقيل والكهرباء. لا شوف، احنا 99% من الأردن صناعة صغيرة ومتوسطة، الوقود الثقيل يستخدم فقط في 99% صناعات صغيرة، 98-99% بالأردن صناعات صغيرة متوسط وكلها كهرباء، وكلها يعني تعتمد بشكل واضح على الكهرباء، لأن كل ماكينات مصانعنا بتعتمد على الكهرباء. حقيقة أنا أريد أن أتوقف عن 99% إذا سمحت أرجع له بمداخل أخرى. نعم صحيح. طيب نسمح لك شغل، الكهرباء في الصناعة
هي مكون من مكونات الإنتاج. صحيح. هي ليس استهلاكي، هي من عناصر الإنتاج. صحيح. هي الكهرباء، أنت عارف تقسم الكهرباء إلى استهلاكي وإنتاجي، فالكهرباء في الصناعة إنتاجي. في عناصر الإنتاج. نعم. الآن كل العالم بتخفض الكهرباء ومشتقات النفط إلا الأردن. خفضت مشتقات البترول ورفعت الكهرباء. فإحنا بنخرج قاعدين، إحنا صرنا 3 سنوات تدريجيا نخرج من المنافسة. أنت فاتح الأردن على كل الدول العربية المحيطة في تجارة، وفي عندك الاتفاقية الـ WTO الاتفاقية العالمية مدعومة بشكل كبير، عشان هيك ما خفضنا. العفو أكمل لك. نعم. وفي اتفاقيات ثنائية زي تركيا، والعالم كله اللي احنا عاملين معه اتفاقيات بخفض المشتقات والكهرباء، والاردن بترفع بالكهرباء، فبتخرج الاردن من المنافسه. والدليل على ذلك انه 1700 مصنع خلال سنتين الماضيات ما جدد اشتراكه في غرفه صناعه عمان، وهذا يعني بانه اما اغلق او انتقل للدول المجاوره. رسومك عاليه 1700 رسومك عاليه خلال عامين. احنا من عام 2014 لا انسى ال 14 لسه ما عرفنا، لانه احنا بال 2015 الان بيبداوا يجددوا لل 2014. 2012 احنا ذكر عندنا رقم من الاستاذ رفاعي كان 1024 مصنع، هل هذا صحيح؟ انا عندي ارقام، انا عضو غرفه صناعه عمان. وعندي ارقام من غرفه صناعه عمان ب 2012 زائد 2013 حوالي 1600 مصنع اللي ما جدد. شو معنات ما جدد؟ لأنه بالقانون لازم يجدد، ما في مصنع يكون قائم ومش مجدد بغرفة. اللي بقول أخوي أنه رسومنا إحنا لا تذكر، ولكن في الحقيقة هذا يعني شغلتين، إما أنه أغلق أو أنه انتقل. وأنا نحن بنعرف مصانع انتقلت للدول المجاورة، هذا مؤسف علينا. الأردن بحاجة يا سيد العزيز إلى 70,000 فرصة عمل سنوياً، الحكومة أوقفت التعيينات، وين بيروحوا 70,000 بني آدم؟ طيب صحيح. أنا قبل ما نجي على التعيين أسمع وجهة نظرك بكل ما ورد الآن. يعني القطاع التجاري والقطاع الصناعي يعاني، يعني أنتم تزيدون المعاناة من خلال رفع الكهرباء. أنتم ما تحكوا على المشتقات النفطية لا تؤثر بشكل مباشر. الحقيقة على القطاعين. الحقيقة يعني الكلام يعني فيه نظر. الحقيقة لا، المشتقات النفطية تؤثر في جميع القطاعات الاقتصادية، بخاصة في قطاع التجاري وقطاع الصناعي، في قد عندك النقل الذي يعتمد على الديزل، وهذا يعني مكون من مكونات عناصر الإنتاج كبيرة. فالحكومة الحقيقة يعني ترى أنها يعني خفضت أسعار المشتقات النفطية، وهي تنظر إلى القطاع الصناعي والقطاع التجاري وقطاع الخدمات أن يقوم بالتخفيض الموازي بما يتناسب مع أسعار المشتقات، التخفيض في أسعار المشتقات النفطية، لتبقى العملية الاقتصادية عملية ديناميكية، انخفاض وارتفاع متجاوبة مع الأسعار. أما الحقيقة فيما يتعلق بأسعار الكهرباء يعني، وأنا أعود إلى القطاع الصناعي، الحقيقة الأردن يعني بلدا ليس استثنائيا في موضوع الطاقة. الأردن يعني شأنه شأن أي دولة لا تملك موارد للطاقة. أعطيني مثال. نعم. وبالتالي سمحت لي، وبالتالي هذه الدول خاصة في الدول الأوروبية ودول المحيطة اقتصاديات قوية تستطيع أن تتحمل عبء الطاقة، لكن الأردن اقتصادياته ليست قوية، يعني اقتصاديات متوسطة، وبالتالي نرى أن الكلف المرتفعة لأسعار الطاقة تؤثر على الاقتصاد. يعني هذه النقطة. أما فيما يتعلق بالذكر والإخوان فيما يتعلق بموضوع الكهرباء، موضوع الكهرباء الحقيقة مختلف عن موضوع المشتقات النفطية. إحنا فيما يتعلق بالمشتقات النفطية حررنا السوق في شهر 3 عام 2008، ولم يعد مدعوما ما عدا اسطوانة الغاز التي تباع إلى المواطنين. ما عادش مدعومة هلا خلص. نعم لا هلا ما عادت مدعومة. هلا لا عشان هيك خفضناها. هلا ما مش مدعومة طبعا. هلا ليس هناك شيء مدعوم إلا الكهرباء. في موضوع الكهرباء القصة مختلفة. لحد 2009-2010 إحنا كنا نسعر الطاقة الكهربائية في الأردن اعتمادا على أسعار الغاز الطبيعي المستورد من مصر بالأسعار الرخيصة، وكانت كلفة الإنتاج في ذلك الوقت 40 فلس لكل كيلووات أور، لكل كيلووات يعني ساعة. طيب الآن بعد ما ارتفع توقف الغاز المصري وبدأنا نستخدم الوقود الثقيل والديزل لإنتاج الكهرباء، تضاعفت كلف الإنتاج الطاقة الكهربائية حوالي 4-5 أضعاف. وكانت الأسعار في عام 2012 عام 2013 مدعومة بحوالي 200% أسعار المباعة للمواطنين، حوالي 200%. طيب وبالتالي
كان يعني الحكومة يعني كان يعني كان أمامها يعني حل واحد وهو إزالة الدعم التدريجي، فوضعت استراتيجية لإزالة الدعم عن الطاقة الكهربائية لتمكين شركة الكهرباء الوطنية من استرداد كامل الكلف، بمعنى أن تبيع لا ربح ولا خسارة، توصل إلى يعني نقطة الصفر. وبالتالي بدأنا يعني وضعنا خطة للرفع التدريجي. لماذا الرفع التدريجي وما زالت أسعار الكهرباء مدعومة بنسب كبيرة؟ سمحت لي بس أوضح أي نقطة. فيما يتعلق طبعا هناك قطاعات ارتفعت عليها الكهرباء بنسب كبيرة زي الفنادق والخدمات والفنادق والمستشفيات، لكن الحقيقة القطاع الصناعي قطاع مدلل. القطاع الصناعي خليك معي من هي قاعد يطلع برا البلد، وقد ما مدللته قاعد يطلع برا البلد. القطاع الصناعي قطاع مدلل. ليش مدلل؟ والقطاع التجاري قطاع مدلل في تسعيره الكهرباء. لماذا؟ انا اقول لك، انت يا سيدي انا معي الجدول، انت تدفع في القطاع الصناعي كما يدفع المواطن في الدخول المتدنيه الشريحه الاولى. أن الآن الطاقة الكهربائية بس أوضح النقطة. خليك ما هو إذا الصناعي، ما هو إذا طلعت بهذه النظرة الصناعي هو للفقراء أصلاً. أنا عارف، أنا حافظه، أنا بدنا إحنا بدنا محاضرة. طيب أنا بدي أعلن للمواطنين قديش أنت بتدفع. يا سيدي المواطن الآن ما بهمه قديش بدفع الصناعي. أنا بدي أقول لك شغلة، الصناعي في ألمانيا بدفع نصف فاتورة المواطن في ألمانيا، أكبر دولة صناعية متقدمة. الصناعة، أنت لما تقول الصناعة مدللة، إحنا هدف من الصناعة في أي بلد هو تنمية البلد، بس هو العمالة اللي موجودة فيها. فأنت اسمح لي، الله يخليك، خلينا نعرف ليش مدللين أنتوا بالأول. هو مدللين لأنه مدفع قد شريحة المواطن الفقير. طيب معناته ارفع أنت، خلي على شريحة الغني يعني، خليك مصانع المملكة وبعد سنتين تقعد عتالي الصناعة في الأول. يعني خلينا أوضح الشغل يا سيدي. الآن الشرائح في المواطنين التي لن يرفع عليها أسعار الكهرباء من هون لحتى عام 2017 هو المواطنين اللي استهلاكهم أقل من 600 كيلو. وهذا المواطن اللي من الفئة الفقيرة بكرة بتروحوا من المصانع وبطل يقدر يدفع حتى الفئة اللي بتوفر. يا سيدي في القطاع الصناعي ما أنت بدك تخفف عليه الكهرباء وتخليه عاطل على العمل مشان بطل يقدر يدفع كهرباء من مرة. طيب خليك معي. الصناعي يا سيدي أكبر مشغل للعمالة في الأردن. نحن نحب القطاع الصناعي ونحن ندعم القطاع الصناعي. أنت بتقول مدلل بتعطي إيحاء للمواطن إنه وكأنه الصناعي بده يحط في جيبته. أنت يا سيدي العزيز، يا سيدي بس خليني أكمل لك. بس أقول لك شغلة، أنتوا لما قعدتوا اسمح لي أنا بدي أقول لك ليش بس شوي صغيرة، مش أنت بتدافع عن الحكومة. لا بدافع عن الحكومة. أنا بدي أقول لك شغلة، أنا أقول حقائق. بس اسمع حقائق اللي بدي أقول لك، لما قعدتوا قلتوا بدنا نرفع أربع مرات 15 لغاية 17، قديش كان سعر النفط؟ إذا سمحت لي بهذاك التوقيت لما قعدتوا درستوا إنه لازم إحنا ندفع، لما راح الغاز من مصر قديش كان سعر النفط ذاك اليوم؟ 100 دولار 100 أو 10 115 دولار، اليوم هو 57. ألا يحق لنا نقولكم عيدوا النظر في هذا التسعيرة؟ هاي واحدة. خليك لو سمحت، هاي النقطة اللي بنحكي فيها. اختلف السعر، إذا اختلفت المعادلة. الشغلة الثانية، مكسب الحكومة من الرفعة العام هذا 15% بيساوي 40 مليون. هل ال 40 مليون بيستحقوا إغلاق مصانع نص مصانع المملكة؟ احنا لازم نطلع القضيه يا سيد العزيز على منظور الكره. خليني بس اسمع وجهتنا قبل ما اكمل. المصانع تغلق ليست بسبب الطاقه. طيب هو اسباب اكبر تحدي للاردن يعني الطاقة. يا سيدي المواطن البسيط الدخل المحدود يدفع بمعدل 86 فلس لكل كيلو وات. خفض عليه اكثر. خليك معي. القطاع الصناعي اللي انت قلت له اللي هسعى معدل 9 قروش، انت اللي هسعى بشوي قلت 99% من الصناعيين هم صغيره ومتوسطه. صحيح. نعم. كانت تدفع 66 كانت انا بحكي خليك معي بالله اذا سمحت. كانت في عام 2014 قبل يومين تدفع 66 فلس لكل كيلو وات. يا سيدي ما في عندك الا الذروه. الذروه المعدل يا اخي، ما هو هذا هو يا اخوان. لا مش حقائق. اسمحوا لي. لا حقائق يا اخوي. الحقائق في عندك الذروه معدل 14 بتصفيق. انا بشرح لك الذروه. انا طيب. انا اللي بدفعها كيف صح. طيب خليك معي. اسمحوا لي. الان انت بالارتفاع الجديد تدفع 75 فلس لكل كيلو وات اور، يعني اقل ب 10 فلس من المواطن البسيط. خليك معي. سامع بتموه المواطن البسيط. ما في عندي ذروه.
يا سيدي الذروة هي لمدة ساعة تستطيع أن تضيع في مصانع بتقدرش تطفي من مصانع أن تسحب أن تسحب استهلاكك إلى الساعات الأخرى يا سيد العزيز لا معلش الله يخليك الذروة خلينا نكون واقعيين مصانع المملكة أنا بكم تسمحوا لي بنقطة إذا استمر الحوار بهذه الطريقة المواطن ما راح يفهم إيش بيصير قاعد اليوم عندنا فأرجوكم أن ننظم الحوار أنا أرجوكم أن ننظم الحوار حتى نقدر نوصل لنتيجة ومعلومة طيب. مفيدة لنا جميعا أرجوك في أنت ذكرت واضح مهندس لا بس كمان أوضح واضح مهندس محمود أرجوك ذكرت أنت أن هناك تسعيرة وأن القطاع الصناعي والتجاري مدلل وأنهم بيدفعوا زي ما بيدفع المواطن في الطبق في الشريحة البطيئة وأنت ترفض هذا الكلام ولديك تعقيب عليه طبعا. أرجوك طبعا. أستاذ طارق واضح القطاع الصناعي والتجاري مدلل ومعلش خلينا نكون صريحين استهلاك الوقود والكهرباء تربطوا ببعض ما بزبط إذا ما بتستهلكوا كهرباء في القطاع التجاري كما تستهلكوا أرجوك سافر مهندس فتحي تخليك في الصناعة ما يجيك لحالك أنا بحكي القطاع التجاري القطاع التجاري ما بيستهلك كهرباء قد وقود عندكم نقل وعندكم 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 كله بده وقود تمام لكن بده طاقة عفوا البقالات والمحلات التجارية هي شغالة على الكهرباء هلا رفع بطال جميع هذه أغلب المحال أغلب الأغلب الأغلب تدفئة الأغلب تدفئة وتبريد كله على الكهرباء هذا أي شغال على الغاز على الكهرباء قديش الرفع 15% طيب 15% بس قديش أرب نفط قديش الأبقار تعكس الديزل الفيول لا يمثل نسبة قد مقدارها نفس نسبة الكهرباء يا أخوان أنا سؤالي هل لدى أصحاب القرار فكرة عن فقدان الصناعة إذا الصناعة الأردنية فقدت ميزة تنافسية إلها مع المصنعين الآخرين بدول أخرى شو اللي يصير فيه شو اللي يصير فينا عفوا انخفاض الكهرباء الكهرباء صار عالميا انخفاض الفيول صار عالميا وليس بالأردن إحنا لسنا بمنأى عن العالم هل لدى أصحاب القرار فكرة شو اللي يصير بالمصانع الأردنية شو بده يصير اخي فتحي ادرى مني لكن راح يكون هناك اول شيء ايش بيصير في القطاع التجاري القطاع التجاري اول شيء تاثر بالرفع اموركم مضره تمام لا 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 طبعا راح يصير في تاثير اخي الكريم شو بده يصير الطاقه على السوبر ماركت وعلى الثلاجات وعلى المحلات التجاريه انا لما يكون عندي هامش ربح 10% ويصير عندي كلفتي اعلى يا ببلش اروح موظفين لا سمح الله يا بسكر محلاتي التجاريه وبروح تسمحين احكي انا اكثر تفضل فاتور السوبر ماركت اللي فاتورته 100 دينار صارت 115 مش بدافع عن الحكومه تمام وفاتوره النفطيه اللي كانت موجودة سابقا شو صارت اليوم تخفضت بنسبة 15% تقريبا طبعا. أنا بحكي معدل يعني هاي بهاي غلطان هاي ادني وهاي ادني طيب بس ما في تغيير يعني بس أنا ما بسكر المحل لا التجاري. لا بس أنا كلها في زادت كيف كلها هاي ذاني وهاي ذاني ما أنت أخي الكريم أخي الكريم موضوع الطاقة في زيادة أكثر من موضوع الفيول إذا بتراجع الكلف كلف تشغيلية للتاجر الطاقة تمثل أعلى بكثير من الفيول الكهرباء تمثل أكثر كثير من الفيول نسبة أكبر بكثير وانا اجيب لك دراسات وابحاث بالموضوع هذا مش بس الارتفاع بسيط من ناحيه القيمه كقيمه القيمه بسيطه 15% قطاع تجاري لا تتاثر والله تؤثر والله تؤثر يعني من 66 فلس ل 77 فلس طيب شو يعني لا. المواطن اللي تحت خط الفقر بدفع هاي النسبه تقريبا بدفع ثواني انت بدك تضل على المواطن مشان الله طب نزلوا شوي عن مازالكم رحمن هو الكهرباء كلها عنده عطف يا اخي الغوها شوي نزلوها اكثر على المواطن هي الكهرباء الان مدعومه لان كانت تعتمد على اسعار الكهرباء كانت مدعومه 200% احنا نحاول ان نخفض الدعم الان انت مدعوم باسعار الكهرباء بشكل كبير يا سيدي انا بقول السؤال يا سيدي الفنادق البنوك تدفع 30 قرش اسمح لي اخوي طيب اسمح لي اسمح اول شيء انتم دلالين دلالين جدا تدلعوا صراحه بتدللوا ومدعومين هتدفع كل من المواطن الفقير ادفع زي المواطن انا بقول له انه المواطن الفقير هذا اللي انت عطفان عليه هو بيشتغل عندنا هذا اذا احنا مصانع اغلقت هو مش اصبح فقير اصبح انعدم خليك معي انا معك النقطه الثانيه الصناعه اليوم انت خل بس افصل لك الموضوع المصنع اللي في عمان او في اربد هو زي المصنع اللي في الرياض او في الرياض ولا في جده ولا في القاهره ليش؟ لأنه الدول العربية بالناحية هاي منفتحة ما في الانسياب ما في أي معيقات ما في جمارك الظروف شوف تخيل معي المعادلة مصنع في عمان يماثله مصنع في الرياض هذا بيدفع قرشين على الكهرباء ناهيك عن كل القضايا الأخرى بيدفعش ضرائب اسمح بس شوي القضايا الأخرى مهمة جدا خليني بس الله يخليك تفضل قرشين بيدفع الكهرباء مقابل المدلل اللي بيدفع 9 وانت وانا بقول لك 14 ليش لانه في ذروة خلينا نتفق على 9 يا سيدي خلينا نتفق على 8 اللي بيدفع 8 مقابله بيدفع قرشين واللي بيدفع ضمان اجتماعي صرنا ندفع الان 13 فاصل كذا غير اللي بيدفعه العامل زائد
الضرائب المستمرة على المستورد 1%، الفحوصات المكلفة إلى آخره، كل الدفع صحيح. مقابل مصنع في دولة عربية أخرى بيدفع 2.5 زكاة بدل كل هالضرائب وميسرة والأرض مجانا عم قسمة على 50 سنة، قروضه البنكية مسهلة وكل ما يضايق بيسامحوه فيه. هذا المصنع، هذا المصنع قارنه في مصنع في الأردن وبتقول أنت أنا عملت لك اتفاقيات مشان تتنافسوا، يعني واحد حامل موز صغير هيك وواحد حامل دبابة مقابله، وبالآخر منقول يا صناعة أصمدوا ويا صناعة تمدوا على ذاتكم، إحنا ما بدنا نطلع عليكم. حتى في الدول الفقيرة يا سيدي زي مصر الآن بتعطي نقدا، هلا أنت بتقول لي أنا اللي جاي أحكي على الكهرباء، بس أنت اليوم قدامي ممثل الحكومة، اسمح لي والحكي موجه للحكومة مش لك، على رأسي اليوم اللي الدول الفقيرة زي مصر تدفع نقدا للصناعة مقابل التصدير حتى تشجع الصادرات. تركيا كيف نهضت؟ تركيا رقمها كان عالميا 111 أصبحت 16، ليش؟ لأنها أيضا في عندها 300 عالم متفرغ للبحث مشان مواضيع الصناعة، وأيضا بتدعم صناعتها نقدا من 8 إلى 16% نقدا على كل النقد. إحنا عندنا الآن صناعيين انتقلوا على دول أخرى وبتقاضوا، هذا أرقام، هذا مش قال وقيل، هذا حقائق صحيح. فأنت بأخذوا الفلوس اثنين، أنا تجاوبني على أنا السؤال فلوس عشان إيه؟ بدل التصدير، بدل الصادرات، دعم نقدا تجيع مشان تصدر، لأنه شو معنى التصدير؟ أنت اليوم المصنع لما بده يقدر ينافس، معظم المصانع اليوم لما ربح لا يذكر في التصدير، الهدف منه تشغيل عمالة هاي البلد. يعني أنا بذكر مقولة لعزيز صدقي الله يرحمه رئيس وزراء مصر، عمرك سامع فيه؟ طبعا سامع فيه، سامع فيه. هذا لقب بأبو الصناعة في مصر صحيح. هذا يوم من الأيام هجموا عليه الناس الصناعيين ولا العمال مشان يستقبلوه، فأجى واحد بده يبوس إيده، فقال لهم استغفر الله، أنا اللي بدي أبوس إيد الصناعيين اللي شغلوا الغلابة. تصور منطق رئيس وزراء، هذا أرستقراطي خريج هارفرد سنة 50 اللي لقب بأبو الصناعة، شغل كل مصانع مصر اللي توقفت خلال مرحلة السبعين، بداية السبعين. اللي أنا بدي أقوله كالتالي، إحنا لما ندافع عن الصناعية إحنا ما ندافع عن شخوص أصحاب الصناعة، أنا بقول لك إياها من هون، أصحاب الصناعة بجوز معظمهم لو باع مصنعه بجوز يعيش لولد الولد، مش هون قضيتنا. قضيتنا شو اللي بيدخله على الدخل القومي، على دخل البلد، وشو بيشغل عمالة. وانت سؤالين انا سألتك للموجه، سؤال اول لما قعدت الحكومة قرض زيادات قديش كان النفط؟ قلت لي 110، اليوم بقول لك 57، ليش ما تتغير المعادلة؟ السؤال الثاني، اذا انا خارج المنافسة، وهذا حقائق اليوم مع كل هالدفع اللي بيدفعه الصناعي خرج من المنافسة، فلا بده يصدر بده ينتقل، شو البديل؟ وين بدنا نوظف ناسنا؟ اللي قاعد بقول لك انا في 70,000 فرص. أنا بقول بهالمناسبة لابد من تدخل سيدنا، لأنه عودنا في هاي الظروف الصعبة يدخل الديوان، ما يدخل سيدنا على الخط، لأنه الحكومة الآن ما عمل تسمع يعني أبداً، ما فيش أذان صاغي ولا في شراكة ولا في نقاش. ناشدنا، رحنا للنواب، الآن كل حلفاء الحكومة ضد هذا القرار، الإعلام والنواب وكل الدنيا الآن ضد الحكومة، والحكومة مسكرة أذانها. مش هاي الشراكة، مش هاي. طيب نزول النفط مليح، نزلت المشتقات وهذا حق من الحقوق. طيب ولكن يجب ان تنزل الكهرباء. الكهرباء ما هي مدعومه. اسمحوا لي يعني راح نكمل الحوار. أوكي. واضح تماما عندهم ملاحظات. انتم الان الكهرباء علنا، اذا احنا غلطانين قولوا لنا، تستهلكوا انتم الوقود المباشر مش هيك؟ نعم. مش وقود؟ نعم. طب الوقود لما انتم سعرتوا على 15 15 15، كان الوقود 115 120 دولار، اليوم الوقود 57 56 دولار. بدي يعني الاخوان ما بدهم شيء، يعني لو كانوا هنا 57 شو عملتوا؟ اسمح لي، لا ما بدي اوضح لك اياها، هاي بدي اسمع منك توضيح لها. لكن قبل ذلك بدي بس اذكر انا بسؤال تطبيق شارك لهذه الليله، والسؤال يقول ايهما سيكون الاكثر تاثيرا على المستهلك، خفض اسعار الوقود النسبه 30%، رفع اسعار الكهرباء النسبه 70%؟ بعد الفاصل سنواصل حوارنا، ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد، مستمرون بحوارنا وضيوفنا الكرام. عندك تعقيب على موضوع اسعار النفط والكهرباء؟ بس الحقيقه بس يعني اضيف الى يعني اعقب على ما قاله الاستاذ فتحي. الحقيقه ان توعز اغلاق المصانع في الاردن الى اسعار الكهرباء، هذا الحقيقه ظلم كبير. لماذا؟ لانه تستطيع الصناعه الاردنيه، اول كما قلت لك يعني كلفه الطاقه الكهربائيه التي تدفعها تدفع كالمواطن البسيط. خليك معي،
كانت 66 فلس لكل كيلو وات اور، انت الان بالتعريف الجديده ستدفع 75 فلس، المواطن يدفع 88 فلس. اذا سمحت لي، هناك في امور اخرى بالصناعه تستطيع ان تركز عليها وان تعتمد على القضايا التنافسيه. الان انت تقول السعوديه، مهندس نعم خليك ان تقول السعوديه. مهندس محمود ارجوك، انا عندي ملاحظه، تتجاوز عن النقطه بهذه الطريقه ما وضحت لي. الاخوان واضحين، القطاع الصناعي يعاني من ساعه الذروه. ساعة الذروة نستطيع أن نسحبها ساعة، وهم يستطيع أن... ليش عملنا ساعة الذروة؟ يعني ساعة الذروة معناته بهذه الساعة لا تشغلوا، حاولوا تتجنبوها. احنا قاعدين من لأنه في ضغط على الشبكة. وعدنا على الهواء ترفع من الأربعة ونص للخمسة. ستة ونص، ليش خمسة ونص؟ لا خليها بلا للخمسة ونص. الحقيقة لا أستطيع أن أعودك لأنه أنا لسه صاحب قرار بهذا الموضوع. اللي بدو سندرس الموضوع. سندرس الموضوع. طالبنا الجهة. لماذا إحنا نحط ساعة الذروة؟ مشان ندفعك إلى تجنب العمل بها. لانه وفي ساعه الذروه نضطر الى تشغيل محطات. سيدي هذه الات ما فينا نوقفها. كثير لا بعض الالات تستحمل دخولك. انت عمرك اشتغلت في الصناعه؟ طبعا اشتغلت في الصناعه. يعني انت بتعرف الصناعه؟ بعرف الصناعه. يعني انت كم؟ انا مهندس ميكانيكي. اسمح لي اسمح لي، انا بقول لك شو درست، قلت لك عمرك مارست الصناعه. انت كم ماكينه في الاردن، كم مرتك في مصنع بيقدر يغلقها على راحته؟ في مصانع لازم تشغل 24 ساعه، في مصانع طفيه الماكينه بتكلفه اضعاف. خليك الشغله الثانيه، انت حطيت لي الفقير، هو انا قاعد بتنافس انا وياه ولا بتنافس مع المصانع المجاوره؟ احنا الان بنيت لي كلفه اني انا بدفع. يا سيدي افرض بكره دفعت الفقير دينار في الكيلو وات بالساعه، يعني شو يعني الموضوع؟ كالتالي ارجوك، هي مقارنه بين الصناعه وبين الفقير ولا بين الصناعه والمحيط؟ انت شو خصني انا الفقير لو ما دفعش؟ يا سيدي يا اسمح لي يا اخوي، الله يخليك، خلينا نحكي منطقيا، احنا نحكي جمهور لا نستخف فيه. كويس. انت بتقارني بمصنع انتاجي، بتقارن بمواطن فقير ولا غني؟ مش هون المقارنة. انت قارني بالتنافس، قارني انه انت في الدول اللي الحكومة عاملة اتفاقيات قديش بيدفعوا. في الكويت فاصلة صفر صفر اثنين، يعني قديش بيقولوا لها؟ عشر اثنين بالعشرة من القرش. يعني خلينا اسمح لي واقعيين يا سيدي، يعني بمصر يا سيدي بدي ارد عليه. مش عارف يعني في اسبانيا وين بدك ارخص من الاردن؟ طيب يا سيدي، يعني نحن في الاردن مشكلتنا اننا نعيش في منطقة او في بيئة تتمتع باسعار طاقه رخيصه، اذا نكسرها اكثر. شايف؟ نوقف يا سيدي الاردن. اسمح لي يا استاذ يا مهندس ارجوك، ما عنده جواب، بدك تسمع ارجوك، يعني بيرجعني للفقير. ما بيرجعك الفقير، هي عنده اجابه. احنا بنعيش في بيئه، ارجوك كمل. نحن نعيش في بيئه المحيطها يتمتع باسعار طاقه رخيصه، السعوديه والكويت ودول الخليج ومصر ومصر وسوريا قبل الفضل. ومصر تنتج، واسبانيا الدوله الوحيده في الاردن، وبلغاريا الاردن ليس لديها مصادر طاقه. يا سيدي اسبانيا السعوديه كل الدول العالم السعوديه لها مصادر طاقه. اذا ما عندناش مصادر، خلينا واسعار الطاقه عندها مدعومه بشكل كبير. هل تطلب مني كاردن ان اعاملك ان ابيعك طاقه كما تبيع؟ طب تعملش اتفاقيات لعاد مع الدول العربيه؟ تحط ليش خليك تحط ليش معهم الميزة محمد؟ لا خليك مع الاتفاقيات مش عند الوعي يا سيدي، مع الحكومة. احنا بنحكي مع الحكومة يا سيدي، ما انت بتحكي مع مهندس محمود. هلا بيحكي موضوع الطاقة. انا خيمك مهندس محمود، واضح كلامه انه رفعت الكهرباء عليكم لا تؤثر. محمد يكون احنا قاعدين بنخاطب محمود الليلة؟ لا احنا قاعدين بنخاطب الحكومة يا اخي، الله يرضى عليك. احنا قاعدين بنخاطب الحكومة. بس اوضح لك كمان نقطة، تفضل. في عودة الى اسعار الطاقة الكهربائية، زي ما حكى الاستاذ فتحي انه كانت الاسعار $100 وكانت اسعار الكهرباء اكس، الان خفضت، ليش ما تخفضوها؟ يا سيدي السنه الماضيه شركه الكهرباء الوطنيه تحملت اعباء 1300 مليون دينار اردني. طيب مشكله مين هاي؟ هاي لانه احنا ندعم اسعار الكهرباء. لا عنده فاقد 35%. لا كل ارقام الدنيا، هذا الارقام ليست صحيحه. وفي عندك ترهل بكل شيء الفاقد. يا كيف يا سيدي في كل الدراسات تقول 35% فاقد بالكهرباء وترهل اداري في شركات الكهرباء؟ ادفع المواطن ليش؟ ليش ادفع انا؟ لا الفاقد ما لهوش علاقه بالموضوع، خليك معي بس. هل انت عندي راي ساعة الذروه هي 42 ضعف السعر العادي؟ بالتعرف الجديده يا اخي محمد الجميع، بالتعرف الجديده ستنخفض خسائر شركه الكهرباء الوطنيه من 1300 مليون دينار في عام 2014 الى حوالي 820 مليون دينار في عام 2020. اي حسبه برميل نفط هاي؟ ها؟ اي حسبه برميل نفط؟ على 110. على حسبه برميل نفط 60. لا اعوذ بالله، ما انت حسبت على 110. كل الموازنه مبنيه على 100، غيرتوها وين؟ لانه نزل اسعار النفط وارتفعت التعرفه. الموازنه كلها يا مهندس محمد، الان الموازنه احنا بحكي لك عن اسعار الطاقه الكهربائيه، الكلفه ما لهاش علاقه. انا بحكي لك عن خسائر شركه الكهرباء الوطنيه، ما بحكي لك عن الاسعار الموجوده بالموازنه.
لأنه إحنا بأسعار في عام 2015 سنبدأ باستخدام الغاز الطبيعي. الغاز قديش خسرته في عام 2013؟ 1300 مليار. 2013 حوالي مليار و800 مليون. وعام 2014 مليار و300 مليون. هذا على 2015 في ضوء الرفع في ضوء استخدام الغاز الطبيعي المسال ستنخفض الخسائر الى 820 مليون. الغاز المسال ولا برميل النفط عشان افهم انا. الآن في عام 2015 سنستخدم وقود ثقيل وديزل لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى بيكون مشروع الغاز الطبيعي المسال في العقبة انتهى، سنبدأ باستخدام الغاز الطبيعي المسال. طيب أنتم متأكدين أنه بيخلص؟ طبعا بده يخلص بشهر 5 بشهر 6 بيكون خالص. ال 15% قديش بتجيبوا الكهرباء؟ بس أنت اسمح لي يا سيدي، يا مهندس فتحي بحكي ملاحظة مهمة جدا. قديش بصير انخفاض، قديش بصير العجز في الكهرباء؟ قديش الخسائر؟ خسائر 820 مليون. 820 مليون مع الغاز والنفط 60 دولار؟ اه طبعا. انت يعني قديش معدل سعر اسعار الكهرباء كانت مدعومه 200%؟ اسعار الكهرباء يا مهندس كانت مدعومه 200%. والله زدت يا مهندس. انا قاعد بحكي بارقام هلا، لا الي في قديش سعر الدعم، مش عم بحكي عن انا بحكي بارقام. شو كان سعر برميل النفط عام 2013 2014 2015؟ عارف الخسائر زي ما حكى الاستاذ فتحي، رفعت الكهرباء هاي كم ستجلب للحكومة؟ قديش؟ 147 مليون دينار. 40 مليون ولا 147 مليون؟ صناعة، أنا بحكي صناعة. الصناعة 40 مليون. لا أنا بحكي على كل لا إحنا من الصناعة 147 مليون؟ نعم. إضافة إلى قديش في تخفيض الطاقة؟ أنتوا قديش تربحوا هسا قاعدين؟ بإيش تخفيض الطاقة؟ من الطاقة، من ضرائب الطاقة. هاي ضرائب مش ربح، هاي ضرائب، هاي ربح. ضرائب هي ربح؟ وين؟ ضرائب على المنصات. هاي ضرائب مفروض على الحكومة. ضرائب فرضت الحكومه على اسعار المشتقات. هاي مش ارباح مصاري، هاي لا مش ارباح، هاي ضرائب. وين بتروح الضرائب؟ وين بتروح؟ بتروح للحكومه لبرامج التنميه وبرامج التعليم وبرامج شايف دخل على الخط. شو انت بتقول؟ تحكي على الكهرباء، خليك بدون التنميه. ما بقول له وين بروح الدعم؟ ما وين التنميه اللي شفناها يا اخواني؟ مشان الله خلال السنوات الثلاثه هذول الماضيات وين التنميه شفتها؟ والله اذا مش شايف تنميه على شيء ثاني يا لا 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 ارجوك. احنا الان الله يخليك، انا بس بدي اوصل الارقام غير دقيقه مطلقه. ارجوك انا بس عندي مشكله، عندنا مشكله في هاي الارقام ولازم نوصل لها. لا طبعا 2013 كان معدل سعر برميل النفط اذا ما هل الدعم التراكمي، الخساره التراكميه، خليك معي، لشركة الكهرباء الوطنية من انقطاع الغاز المصري الآن، يعني من 2010 من 11. ليش 2010؟ لا لا 2011 يعني 2011 إلى الآن وظلت توصل وتقطع. إحنا بنحكي عن انقطاع الغاز. هاي عندي، هاي كاتبة. تفضل. 400 مليار و975 مليون دينار. 4 مليار وقديش؟ 4 مليار و975 مليون خسارة تراكمية لقطاع الكهرباء. لحديت قديش هذا؟ لحديت 2014 اخر 2014. نعم احنا نعم. وهذا مع كل اسعار انتم، كله نفط وكله كنا نعمله في... عندنا غاز مسال بده يصير 2015. نعم. اللي سعره قديش الغاز المسال عليه؟ الغاز المسال الان مرتبط مع اسعار النفط الخام في الاسواق العالميه، شايف يعني هبوطا وصعودا مع سيدي. اعطيني معدله السنه، مش كان 6 دولار وانا غلطان؟ شو 6 دولار؟ قديش الغاز المسال؟ 11 دولار لكل بدي احكي لك شغلات فنيه. 11 دولار اعطينا لكل وحده حراريه بريطانيه. 11 دولار. نعم. وقديش قديش مقارنه هذا اذا بنقارنه بالوقود العادي، بالنفط العادي، النفط الخام؟ هذا الرقم قديش بكلفنا احنا؟ هاي مش الوحده الحراريه؟ احنا بنقارنهوش بالنفط الخام، مش هاي لكل، مش 11 دولار لكل مليون وحده حراريه؟ نعم. ما غلطان. نعم. نعم. في الدولار في النفط، برميل النفط قديش؟ نحكي على الوقود الثقيل والديزل بحوالي يعني 90% من سعر الوقود الثقيل او مش فاهم، اعطيني رقم قيمه والله غير نضيع المشروعات. 90% من الوقود الثقيل لانه يعني مختلف، يعني اذا اقول لك اذا قلت لك قديش كلفه المليون وحده حراريه في الوقود الثقيل والسولر تقديريا؟ حوالي 10 دولار لكل وحده حراريه بريطانيه. اوكي تقريبا 11. يعني هاي الارقام غريبه، انا اول مره بسمعها صراحه. لانه ارقام هي فنيه، يعني صعب انك يعني لا مش ارقام فنيه. انتوا كنتوا انت الحكومه منذ اللحظة الأولى لانقطاع الغاز الطبيعي لسعره 6 دولار والغاز المسال المفروض انه الغاز المصري، الغاز المصري قديش كان؟ كان 4.5 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. عشان هيك بقول لك الدعم الحكومة كان دعم كبير لقطاع الكهرباء، وصل في 2011 200% 250% كان. هلا قديش الحكومة وفرت من فاتورة النفط في ظل في الأسعار الحالية؟ اليوم الأسعار
تحت الستين قديش انخفضت فاتورة النفط للحكومة؟ انخفضت الحكومة ليست لا تشتري خاصة لتوريد الكهرباء؟ لا لا بشكل عام الفاتورة النفطية اللي بتدفعها الحكومة قديش انخفضت؟ مين بيدفع الفاتورة النفطية الأردنية؟ مش الحكومة؟ مش الحكومة تشتري النفط؟ لا مصفات البترول تشتري النفط. كم كانت تشتري الفخر؟ اليوم انخفضت في مليار واثنين بالعشرة. الحكومة تدعم شركة الكهرباء الوطنية. السؤال ما هو حجم الأردن المستوردات النفطية سنويا؟ قديش كان عام 2013 هلا على السعر 57 شو بده يصير الحجم؟ كان بحوالي 2014 كان حوالي 500 انا بدي اسالك مليون دولار. اذا سمحت لمحمد سؤال مره اخرى يعني هي الارقام انا بس اسمح لي ما دخل خلص هي وجاوبوكم لا اخر سؤال ما دخل انتم اذا بدكم تقارنوا النفط زمان في النفط اليوم ما دخل لا من الاخر بس خليني انا اسولفك لك انا بحكيش للاخوي محمد بحكي للحكومه انا بدي بس مره ثانيه مش قادر استوعب لما قعدنا عملنا المعادله يا الحكومه وقلنا لازم نزيد 15% ل 2017 واحنا قاعدين كان 110 105 ما بفرقش جوابك بفرقش لا ما قلت لك ما هو انه ليش جواب بده يفرقش منطق انخفض الدعم انت يعني بدال ما استوعبتها يا استاذ فتحي بدال الحكومه انت يعني راضي فيها مستوعبها جدا معناته كيف لو قعدت ايامها وحسبتها وكان 60 شو سويت فينا خليك يا سيدي معي السنه الماضيه جاوبنا على السؤال لو سمحت انت لو قعدت هذاك اليوم مع الحكومه وكان النفط 57 قديش كان عملتوا الزياده السنويه ولا كم سنه مش على الاقل كان رجعتوا ل 16 15 او قلتوا بلاش 15 بدناش نرفعها هل يعقل انك يا اخي انت بتقولك انا مهندس ميكانيك صح يا طبعا واظن اللي قبالك حرب احنا مهندسين ميكانيك زي كويس طب والصناعي ما هو مفتح خلي المواطن العادي يستوعب اللي بتقوله بس انطلاقاتنا الله يخليك يا اخوي الشغل الثاني نرجع ونقول للحكومه مره اخرى الصناعة بحاجة إلى مقارنة بين المحيط أيا كانت الظروف أنا ما قلت كل شيء في لابد من بند أنت لما بتعمل اتفاقيات مع الدول المحيطة بدك تنقذ وتوقف صناعتك اليوم هلا في الأخير اسمح لي خليني أكمل وإسرائيل. يا محمود ما أنت بتقول قديش كانت أسعار الله يخليك لازم إسرائيل على قبل لساننا يا أخي يا محمود أعلى من الأسعار الأردنية يا أخو السعودية أقل الله يخليك إحنا حتى تقول الدول المحيطة الصهيوني العدو ما حدا جاب سيرته عنا اسمح لي اسمع إذا تذكر المثال اللي ذكرته خفضت 21% أسعار الكهرباء بس قديش كانت هي الأسعار أصلا ضعف الأسعار في الأردن يا محمود أنت بتعرف ما أنت بتقول لي المحيط أسألك سؤال حد الدول المحيطة عشان جوابك أيوه كل اللي بنتعامل السعودية فقط والكويت والإمارات وعمان والقاء مصر هذه سوريا قبل معلش معلش اثنين اللي مش منزل النفط مش منزل الكهرباء بدعم قاعد في المقدن زي تركيا أنا بسأل الحكومة مش لك سؤال لو سمحت الحكومة الآن كيف بدنا ننقذ صناعة أنا سؤالي بالشيك أنا عندي سؤال أخير أرجوك الأثر على القطاع الصناعي إذا تم رفع 15% والحكومة يعني ماشي في الموضوع أوكي. الأثر إيش كان بعجالة معي دقيقة أنا بدي أقول لك شغلة ما تقولش 15% قول الرقم قول 15 فلسات لكل كيلو وات أور مش 15 أدور بتغير 15% 15% 15% أنا بحكي عن النسبة قبل الارتفاع فقدنا 1600 مصنع خلال السنة الماضية طيب قبل الارتفاع لا تقول موضوع للطاقة اليوم مع الارتفاع راح نفقد أكثر وأنا من هون بقول لك والطاقة سبب الوحيد إنه من هون هي سبب رئيسي أكبر سبب ولكن في أسباب أخرى أعطيني 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 إجابة أخيرة راح نفقد أنا بقول لك شغلة من هون لسنتين راح نقعد على تالي الصناعة في الأردن على تالي الصناعة التجارة كيف ستتأثر التجارة ستتأثر أسعار الكهرباء ستتأثر على القطاع التجاري فعلا وسيكون هناك خلينا نقول فقدان لوظائف في القطاع التجاري إذا ظلت الحكومة وراء موضوع أسعار الطاقة والضرائب. طيب هل هناك أي توجه لإعادة النظر في نسبة الرفع؟ أنا يعني أنا سؤالي كوزارة الطاقة هل تبحثون؟ هل هناك أي دراسة؟ هل هناك أي توجه؟ هذه استراتيجية أقرها مجلس الوزراء وبالتالي كوزارة الطاقة ليس هناك أي توجه لإعادة النظر. وأنتم مقتنعون بأن هذه نسبة دقيقة؟ والأسعار إذا يعني إذا أسعار الصناعة زي ما قلت لك هي قطاع مدلل إذا يشتري بنفس سعر المواطن البسيط. طيب. قديش بدهم يشترون القطاع الكهربائي؟ أنتم مدللين ومدلعين والحكومة بتدعمكم ولا تزال تدعمكم بدكم تحملوا الدعم هذا القرار محمد راح يصير حتى إجراءات تصعيدية من قبل الصناعيين طيب. هذا احنا يعني واقع احنا يا سيدي احنا متابعين الموضوع احنا مش بدنا نتوقف عند هذه اللحظة احنا دائما متابعين احنا حريصين على القطاع الصناعي وحريصين على قطاع الطاقة وحريصين على القطاع الصناعي والتجاري كونه انتم القطاعات الأهم بالنسبة لنا بس نحن نحاول ان نخفض الدعم الذي احنا هلكتنا شركة الكهرباء الوطنية هلكتونا بشركة الكهرباء الوطنية مش عارفين نلاقي لها حل صرنا 4 سنين هذا حقيقة لانه كانت طاقه كهرباء مدعومه 250 شوف الهدر اللي عند ايهما سيكون الاكثر تاثيرا على المستهلك خفض اسعار الوقود النسبه 23%
رفع أسعار الكهرباء النسبة 77%. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة الليلة من نبض البلد. رؤية كانت ولا تزال واستبقى دائما معكم. منكم وإليكم، نلتقي غدا، تصبحون على خير. شكرا لكم.